السلام عليكم، كيفكم؟ شو اخباركم؟ رح اعمل قدامكم هلا حليب الفستق، حليب الفول السوداني. وبعد ما اعمل حليب الفول السوداني رح احوله ليوغرت، للزبادي الفول السوداني. عندي هون تقريبا نص كيلو، رح قصه كتير منيح. هلا رح اضيف كاسة مي، هلا صفينا مية. سو هلا حفضي الحليب عندي بالجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. هلأ رح انتقل للمرحلة النهائية اللي كتير مهمة. أنا عندي هون فلفل أخضر، رح أقمعه هيك مثل ما كنتم شايفين، حيكون عندي 12 حباية، حقمعه بهالشكل هذا، هو اللي حيخلي لي الحليب يتخمر. فهحط 12 وحدة على سطح الملك، شايفين كيف بالشكل هذا. طبعا ما بدي اقولكم انه قرن الفليفل يسفلو من تحت فيه خمائر جدا طبيعيه وكتير مفيده للجسم، تتفاعل مع الحليب. لازم ينترك تقريبا شي 30 ساعه أو 24 ساعة إذا كان درجة الحرارة مثلا باردة شوي. بسم الله. هاي الفليفلة المقمعة هي اللي حتخمر لي الملك. هلأ رح سكر عليه واتركه لمدة 30 ساعة أو 25 ساعة حسب ما بيحتاج عندي. بشوفكم إن شاء الله بالمرحلة اللي بعدها. بسم الله الرحمن الرحيم. وهلا حشيل انا حشيك على اليوغرت بعد 25 ساعة من التخمير. بسم الله. حتخلص انا من عيدان الفلفل. بسم الله بسم الله ما شاء الله، شايفين كيف القوام عندي؟ عن جد زبادي حقيقي. انا ما فيني ادوق لاني صايمه، بس